اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. امسيتكم سعيده من هنا من العاصمه الاسماعيليه. هذا الشيء ما بغاش يسالي وسط استنفار امني كبير، وكما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، اصحاب تراكتورات بيتين في الشارع وما بغاوش يتحركوا حتى يديروا معاهم المسؤولين حل. وعلى المباشر مشاهدينا وكما تابعتوا معنا طيله هذا اليوم، وكان بث مباشر من هنا ورفقه الفلاحين واصحاب التراكتورات اللي مازالين هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. هذه الليله وكنشوفوا تم يعني تعيين مجموعه ديال العساسه والحراس اللي غادي يباتوا الليله كامله، وحتى هما يعني اصحاب تراكتورات وتطوعوا باش انهم يوقفوا على هذه العمليه ديال حراسه هاد التراكتورات اللي مازال ما بغاوش يتحركوا في انتظار انهم يلقاو حل. كما تابعنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كان تواصل ديال الباشا ديال منطقه عين كرمه عين عرمه اللي كان في تواصل مع وكذلك قائد المنطقه اللي كان في تواصل مع الفلاحه، وكذلك من اجل ايجاد حل وايجاد صيغه يعني وجلوس لطاوله حوار يوم الاثنين. لكن للاسف الفلاحه كان لهم راي اخر، فها هما خلاو الان التراكتور ديالهم والجرارات ديالهم في هذا مكانها. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في انتظار حل كما كيقولوا بسبب غلاء المحروقات اللي كما كيقولوا هما ما بقاتش قادهم باش يعني يتمكنوا من بداية موسم فلاحي والقيام بعملية الحرث اللي أصبحت الآن مكلفة حسب رأيهم دائما مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. وزيد على ذلك عدد من المعدات الفلاحية والأعلاف وكذلك البذور، هذه مجموعة من يعني التراكمات إن صح التعبير اللي وصلت الفلاحة أنهم قال لك أنهم وصلوا لهذه المرحلة ديال أنهم يوقفوا ويوصلوا رسالتهم للمسؤولين. غادي نبقى مع أحد الإخوان اللي هو اليوم الآن في دور حارس من بعد ما هو صاحب أحد الجرارات اللي واقفة هنايا، وغادي نعرفوا منه كيف هي الأمور كذا. زوج شي مسؤول من بعد هاد الساعات كلها وهما باقيين في كما كنقولوا هاد الاعتصام اللي يعني اللي مازال مفتوح لحد الساعة. غادي نحاولوا نعرفوا منه هاد المعطيات كاملة. خويا مرحبا بك معنا على المباشر، فين وصلت الامور؟ واش جا شي مسؤول؟ واش كاين شي حاجه ولا مازال؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم الطاقه ديال عين جمعه خويا، الساعه مازال ما جا عندنا حتى شي واحد، وحنا انت الحاله هذا انتم كتشوفوا. نعم شحال تقريبا من التراكتور اللي واقفه دابا هنا؟ كاين دابا 60 تراكتور عندنا هنا، والسلطه راه حبسنا التراكتور ديالنا في الطريق. الفلاحه كامله باقيين شي فلاحه جايين؟ كاين عين سلوكيره كاينه شي 70 تراكتور، وهنا طالعين من عين كرمه جايين من عين عرمه. كاع الفلاحه اللي كاين على حسب جهه مكناس. كاين الناس اللي عاد التحقوا بنا باش بغيو يفهموا المشكل، شنو السبب اللي خلاكم اليوم جايين؟ شفناكم في وقفه في عين الجمعه. اخويا مشينا لعين الجمعه ما دا بينا حد، حنا جينا دابا دخلنا للعمله ديالنا بمكناس، قهرنا اخويا المازوت غالي، الندري غالي، كنا كنعولي على شي زيتون، الزيتون ما كاينش، شاي ارجع بالله هادشي اللي كاين. نعم ملي كنسمعوا غالي يعني باش الناس تعرف شنو تفهم شنو شنو اللي غالي بالضبط، فاش غالي عليكم انتم بالنسبه لك انت كفلاح يعني عندك الحرث مره واحده في العام؟ كاين اللي غيقول لك هذا غيحرثها مره واحده في العام. غالي عليا انا الا بغيت تسقي غير الماء راه خصني المازوت، بغيت نشرب الكسيبه خصني المازوت، بغيت نداوي الشجر خصني المازوت، المازوت راه ضروري منه. المازوت ضروري منه خويا. نعم شحال كنتو كتحرثوا القطار مثلا؟ كنحرثوا ب 3000 ريال، دابا راه كيقول لك 6000 القطار. 3000 ريال كونسوماسيون ولا شحال كياكل لك التراكتور في القطار؟ شحال كان كياكل سابقا بالثمن القديم؟ كياكل 80 درهم حتى 100 درهم. اها دابا؟ دابا راه تعول على 25000 فرانك 20000 فرانك على حسب التراكتور. نعم وعندك جوج حارطات والزريعه. الزريعه حتى هي شحال واصله؟ الزريعه بحال بحال الحر دابا. الملح الملحه؟ الملحه راه 30 ريال دايره. الفوسفور حتى هو حيت هذه مجموعه ديال المواد كتستعملوها. ضروري عندك ندري الملح سنيده هادو ضروري خصهم يكونوا تاهما في الموسم الفلاحي الزريعه. والان يعني دابا في حاله يعني دابا الان باقي تواصل حتى عندكم شي مسؤول هاد العشيه شي واحد؟ العشيه ما جا عندنا حتى شي واحد ما بقاش كيديها فين. احنا انت كما كتشوفوا احنا كنعانيو وكنسكن هنايا وكنتسناو الناس المسؤولين. درتوا شي تكونتوا دابا انتوما باش ينعسين هاد الليله في العام؟ غتباتوا حتى الصباح؟ ضروري خصنا نعسوا على الحديد ديالنا. واش كاين شي اجل؟ هاد الساعه مازال ما قالوا لنا حتى شي حاجه، احنا مازال جالسين هنا وما عندنا فين غادي نمشيو من غير هاد البلاصه هادي، يشوفوا لنا شي حل. هذا هو اللي كاين. حنا ما غاديش نحرطوا الا ما شافوش معنا الحل، هنا غيبقى هاد الحديد هذا. ما كاين لا حرط لا والو. واش غادي تحرط؟
ما عندك باش تحرك المازوت راه ضربني ما عندك باش تحرك. نعم نعم ضروري. رسالتكم اليوم للمسؤولين من اجل انه يعني نفكوا هذا المشكل كما كنقول. والله حنا كنطلبوا من الناس المسؤولين يجيو يشوفوا لنا شي حل. نعم شكرا لك اخي، شكرا لك. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وكما كتابعوا معنا الان وعلى المباشر، كانت هذه كلمه ديال احد الاخوه الفلاحين وكذلك واحد من ابناء المنطقه، واللي اليوم يعني من خلال هاد حاولنا نقربوكم من خلال هاد التصريح ديالو من هاد الوضعيه اللي كيعيشوا بالنسبه للفلاحه فلاحي الاقليم هنا. واللي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وقد بلغ لعلمنا انه كاين اتصالات مكثفة واللي كيرأسها عامل الإقليم على رأسها عامل السيد عامل الإقليم من أجل إيجاد يعني اتصالات مكثفة مع مجموعة من المتدخلين والجهات المختصة من أجل إيجاد صيغ وحلول للخروج من هذا المشكل، خصوصا ونحن في بداية الموسم الفلاحي وكنعرفوا أنه حتى المنطقة خصوصا منطقة عين جمعة عين الكرمة ومولاي إدريس وعدد من المناطق، فهذه مناطق ليست بسقوية بل وواد الرمان كذلك، فهي مناطق اللي كتعتمد على الامطار، كتعتمد يعني زراعه بوريه او فلاحه بوريه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي سمعنا الصباح انه اغلب الناس كيقول لك هاد التراكتورات حنا بروسنا باقيين علينا دي تريت اللي كنخلصوهم، باقي علينا يعني كنخلصوا الكريدي ديالهم، نزيد على ذلك الارتفاع المهول ديال الكلفه ديال انه باش نحركهم وباش نقوموا بالاجراءات يعني باش نقوموا بالحرس ديال هاد هاد الاراضي الفلاحيه خصوصا في بدايه الموسم، فقال لك انها مكلفه ومكلفه، لهذا اختاروا انهم يعني وقفوها الى حين ايجاد حل او صيغه لدعم هذا القطاع. فكنتمنوا ان الرساله ديال هاد الناس توصل مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، ولمثال مازالين لحدود الساعه هنا بمرابطين. بغينا نخرجوا زعما من وسط التراكتورات اخويا، شكون سادين هاد الشيء؟ والو ما كاينش مين نخرج، نسقسوها واحد على واحد. واخا واخا شكرا مزيان اخويا تبارك الله عليكم. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي في انتظار ايجاد حل ان شاء الله وفي القريب من اجل يعني ايجاد وعوده هاد الجرارات الى مكانهم الطبيعي واللي هي الحقول ان شاء الله، واللي كنتمناو من الله انه يكون سنه ممطره، تعودنا على ما فات وتعودنا على هاد السنه اللي فاتت، وكذلك تعود هاد الفلاحه وخصوصا لا الفلاح الصغير لا المتوسط والكبير، وكن انه حتى الفلاح الصغير ما كاينش معنا وقيل اليوم، لانه فينا هو الفلاح الصغير راه ما عنده لا تراكتور لا والو، ولكن راه حتى هو غادي يبغي يجيب تراكتور باش يحرث وغادي تكون الكلفه باهظه. فكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا برحمته الواسعه وتكون موسم ديال الامطار يعني وافره وبالنفع ان شاء الله وبالمقدور الكافي، وتعوضنا على هذه السنه الماضيه، وان شاء الله تكون صيغ وحلول ل مساعدة ودعم هذا القطاع خصوصا في هذه المحنة اللي كتمر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، ونحن على وقع أزمة عالمية اللي كيعيش العالم ككل. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنه تمر هذه المحنة بسلام. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكان معكم مراسل القناة منير معطاوي من هنا من مكناس من ساحة كورنيط اللي مازال لحد الساعة أصحاب التراكتورات مازال واقفين واقفين مكملين الاعتصام ديالهم، مازال ما تحركوا من هنايا في انتظار انه ايجاد حل هذا اللي خلق مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي استنفار كبير لدى السلطات الامنيه وكذلك السلطات المحليه اللي حاضره هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وحاضره في انتظار ايجاد حل لهاد الناس. شكرا لكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من هنا من مكناس، الى اللقاء، الله يدير الخير.